وقعت مصر عقودا لعدد من الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، منها عقد تخصيص أرض لإنشاء مصنع لإنتاج صوامع تخزين الغلال باستثمارات تبلغ 1,600,000,000 جنيه في منطقة شرق بورسعيد. كما تم توقيع اتفاقية إطارية مع تحالف شركات سان جوبان لإقامة مصنع للزجاج باستثمارات مباشرة تتجاوز 160,000,000 يورو. وفقا لمجلس الوزراء المصري، فقد تم توقيع عقد نقل حق انتفاع لأرض ضمن منطقة تيدا الصناعية لصالح شركة شين تشينغ لصناعة المواسير الحديدية باستثمارات تبلغ 146,000,000 دولار، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع نحو 250,000 طن سنويا بقيمة إنتاج سنوية تبلغ نحو 1,200,000,000 دولار.